قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إننا نضم صوتنا لصوت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بتوصية حجاج بيت الله الحرام بالتفرغ إلى العبادة وأداء مناسك الحج والبعد عن التصرفات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي. ودعا سموه إلى أن يكون كل حاج جندي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية وداعما لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة التي حمت وحفظت بعد الله سبحانه وتعالى المشاعر المقدسة في هذا البلد العزيز. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالخدمات الجليلة الكبرى التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، والتي يستوجب معها أن يكون كل حاج يدا تعين حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال استقبال سموه بقصر القضيبية صباح اليوم لعدد من السفراء وكبار المسؤولين بالدولة بدور الجاليات والمقيمين وإسهاماتهم في مملكة البحرين كل في مجال عمله. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور تطورات الأوضاع في المنطقة وبالأخص في سوريا التي تندي الجبين وتؤلم النفس بسبب الحالة الإنسانية الصعبة. كما تطرق سموه إلى الوضع في اليمن حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في بسط الأمن في اليمن الشقيق وفي الدفاع عن الشرعية وعن حقوق الشعب اليمني.